حفل غزال سهرة رائعة ديال الفنان مروان خوري، فنان كبير كيتمتع بجماهير قاعدة جماهيرية كبيرة. شكرا لحفل موازين اللي تاح لنا هذه الفرصة نجدوا اللقاء ونشوفوا النجوم، خصوصا يعني عرف واحد الانقطاع فعلا هو كيوجه مشرق العاصمة ديالنا الرباط، ووجه حضاري وثقافي البلد، كيعكس اننا شعب متفتح وشعب ذواق وكيحب الفن الراقي خاصة الفن العربي الجميل. لا هو قصة كبيرة، فنان وملحن وكاتب، وطربنا حتى بالاغاني اللي كيعطيها الفنانين الاخرين صابر الرباعي، اليسا، كارول، يعني ما شاء الله مسيرة موفقة. نتمنى ان شاء الله يدير ديوهات مع فنانين مغاربة ويدير اعمال مغربية، خصوصا انه عنده واحد الجماهيرية وكيحب المغرب وكيعشق المغرب، وهذا الشيء اللي شفناه في الكلمة اللي لقاه والتأثر ديالو بالاستقبال اللي حضى به اليوم. انا قلتها لي، قلت لك هذا كيعكس وجه بلادنا وانفتاحنا وثقافتنا والمقاطعه. انا بالنسبه لمساكنه الرباط وكنعاشر هذا المهرجان من الصغر ديالي، كنعتبره يعني ملتقى سنوي ما يمكنش نلتقوا عليه، لان كاع المدن المغربيه كتمتع بمهرجانات وكتمتع يعني بثقافه، يعني فرصه نفوجوا على راسنا والضغوطات وداك الشيء في المغرب. فالمغرب هو بلد سلمي حضاري كيعكس حضاري، يعني كينأب نفسه على مجموعه من الامور. كما كنعرفوا فمهرجان موازين هو واحد الموعد سنوي اللي كيستضيف فنانين متميزين اللي عندهم بعد عالمي، وكذلك فنانين ناجحين على الصعيد العربي وكذلك الصعيد الوطني. واليوم كان الجمهور على موعد مع حفل باهر للفنان اللبناني مروان خوري اللي تواصل مع الجمهور ديالو اللي عنده رصيد موده وتقدير كبير هنا في المغرب. والجمهور كان في الموعد حيث انه كان حضور كبير، تفاعل مع الاغاني ديال مروان خوري لا من ريبيرتوار القديم ولا الاغاني الجديده ديالو. كذلك بحكم تميزه بالبيانو فقدم كذلك عرض مجموعه الاغاني عن طريق البيانو، وكان كذلك موعد انه كيبين ان الجمهور المغربي هو جمهور ذواق وكيتفاعل مع الفن الاصيل والفن المتميز. انا جيت فرحانه لانني جي اسيستي لو سبيكتاكل ديال مروان خوري، تبارك الله عليه فنان في المستوى راقي، وما نهضروش على الجمهور اللي كان كاتب، تبارك الله ما شاء الله، وكان واحد التواصل بيننا وبينه. سورتو الاغاني القدام ديال الألفين، ديال سورتو اللي كان هو لحنهم ودار لهم الكلمات اون جينيرال، وتبارك الله عليه عاود حتى الاغاني ديال الفنانات الكبار اليسا، نوال الزغبي، تبارك الله عليه، حيت كنظن هو اللي كنلحن لهم الاغاني ديالهم. وانا معجبه بهذا الفنان، بغينا نشوفوه سوغ سان، بغينا نشوفوه فاس فيس تو فيس، والحمد لله تحقق الحلم ديالي وجيت جي اسيستي لو سبيكتاكل ديالو، تبارك الله عليكم. الحفل كان زوين والاغاني كانوا غزالين، وصوصو زوين طبعت الحال. الاغاني ديالو كل القصائد زوينه اصلا معروفه، وكانوا كاع الجمهور كيطلبوا منه باش يعاود يغنى لهم بوغ لا دوزيام فوا، ودار لهم خاطرهم بيان سور. العزف ديالو زوين صراحه، وعطى لمسه للجو مع الناس، وبيان سور الناس راه في لومبيونس معاه. صراحه جابوا فنانين زوينين، ولكن زعما ما كاينش عدد بزاف ديال الناس، لان الاطفال ديال غزه كيموتوا طبعا، وما كاينش ناس مقاطعون، وحنا جينا غنشطو طبعا راه حنا قلوبنا معاهم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.